يا ريت بس تخبروني إذا واضح الصوت والصورة، مشان يعني يكون جاهز للأمر. تمام دكتور، واضحين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا نحن لح اليوم هاي المحاضرة خلينا نعطيها وبعدين نتفق بالنسبة لوضعها. هي عبارة عن طريقة الفحص العصبي. الفحص العصبي من ال بي دي اف الفحص العصبي هو بيختلف عن فحص باقي الأجهزة بشغلتين مميزين مهمين. الميزة الأولى إنه هو ما في الطريقة المنهجية اللي نحن بنتبعها بفحص باقي الأجهزة، مثل التأمل، جس، قرع، إصغاء. ما في عنا هي الطريقة بالفحص العصبي، بينما هون في طريقة مختلفة. ثاني شيء هو ضخامة الفحص العصبي، يعني إذا نحن بدنا نساوي فحص عصبي لمريض فبياخذ وقت كبير. ما بعرف ليش ما عم يفتح عندي. تمام، واضحة هيك الصورة إخواني اللي معنا؟ ايه واضحة. تمام، نستنى 5 دقايق ونبلش، بس نكمل بالمقدمة مشان إن شاء الله نكمل. مثل ما حكينا نحن فحص الجهاز العصبي هو بيتميز عن فحص باقي الأجهزة إنه هو كفحص يعني ضخم واسع، في علامات كتير، في موجودات كتير، ما بيتبع الطريقة المنهجية اللي أنا لازم أشوفها بفحص باقي الأجهزة، مثل هي التأمل، الجس، القرع، الإصغاء. يعني هاي ما موجودة فيه. نحن لحتى ما ننسى في شيء، هو كبير، الفحص العصبي هو فحص كبير، وبالتالي نحن لحتى ما ننسى أي شيء بالفحص العصبي نحن قسمناه بهي الطريقة لثمان أقسام. القسم الأول هو القدرات العقلية مع الكلام، القسم الثاني هي العلامات السحائية، الثالث هو الأعصاب القحفية، بعدين حركة، حس، مخيخ، مشي وتوازن. هدول حطيناهم فقرة لحالهم، ولو أنه هن يعني يتبعوا فحص المشي والتوازن، هن يتبعوا للمخيخ. نحن فصلناهم شوي لحتى تكون أسهل الأمور، وشوفي علامات أخرى ما حسنا نجمعها بين هدول، حطيناها بعلامات أخرى. طبعا هاي طريقة يعني مبتكرة لحتى واحد ما ينسى شيء فيه، ولكن ممكن يكون بغير هذا الشكل. أي طبعا ممكن يكون بغير هذا الشكل، ولكن احنا أخذناها بهي الطريقة لحتى نحاول ما ننسى شيء. هلا نحن صارت قطعت 7:30، نحن رح نبلش حاليا لأنه كبير. رح نحكي نحن على الشغلات الأساسية. الملف واضح جدا، متعوب عليه من يعني هذا مشغول عليه ومأخوذ من عدة مراجع للفحص السريري، مجمعين، محطوط صور توضيحية فيه. إن شاء الله يعني يساعدكم على فهم فحص الجهاز العصبي. رح نحكي على الشغلات الأساسية، وإذا فكرة بدها شرح ممكن نشرحها لاحقا. إذا في أسئلة على الموضوع كمان نحن ممكن إن شاء الله نجاوبكم. هلأ نحن بالنسبة للفحص العصبي مثل ما حكينا هنقسمه لثمان أقسام. لازم نحفظ هي الترتيبة لحتى كل شوي نرجع لها. عنا القدرات العقلية أو اللي نحن بنسمي الحالة الذهنية مع فحص الكلام. اثنين عندي العلامات السحائية، ثلاثة الأعصاب القحفية، الأربعة حس، الخمسة حركة، ستة المخيخ، 7 المشي والتوازن، 8 علامات أخرى.
رح نبلش بالحالة الذهنية. شو المقصود بالحالة الذهنية؟ الحالة الذهنية هو موضوع الوعي والتوجه والتجاوب، يعني كل شيء يخص المعرفة عند الإنسان. فمنقسم الحالة الذهنية وعي وتوجه وتجاوب والذاكرة. الوعي شغلة سهلة، هو المريض إما واعي أو غير واعي. يعني الواعي اللي هو حاسس، يفتح عيونه، يحكي كلام مفهوم، يحرك إيديه بشكل هادف أو يحرك أطرافه بشكل هادف، هذا المريض واعي. أما المريض غير الواعي اللي عنده خلل بموضوع الإدراك، يعني بيكون ميال للنوم. في كان درجات لغياب الوعي اللي هي الوسن، الخبل، النوم العميق، السبات. هي تتبع للفاحص إنه هو بيعرف هي يعني شو الفرق بين الوسن بين الخبل، هي تتبع للفاحص. بينما إجا الجلاسكو وعمل سلم بيتألف من 3 عناصر اللي هن الاستجابة عضلات يعني الأجفان، فتح العين، وعفوا إيه واستجابة الكلامية اللي نحن منقول عنها الفم، والثالثة هي الاستجابة الحركية. أخذ منها علامات 3 هدول وعطاهن علامة من 15. نحن إذا بدنا نسهل هن 4 5 6 مشان ما ننساهن، يعني من فوق لتحت: 4 العين، 5 الفم أو هي الاستجابة الكلامية، 6 الأطراف أو الاستجابة الحركية. دائما بيسلم جلاسكو 0 و1، يعني ما فيه هو علامة 0، فهو أقل علامة بياخذ المريض هي 1، وأعلى علامة هي 4 أو العلامة اللي نحن بنقول عليها، يعني بالعين 4، بالفم 5، بالأطراف 6. إذا العين مفتوحة بشكل عفوي وعم يتحرك يعني يتابع نظرات بشكل عفوي، فهي بتاخذ 4 درجات. إذا المريض وصل لعندي وعيونه مغمضة، بس قل له فتح عيونك بفتح، بس اتركه بيرجع بسكرهم، هذا بياخذ 3. إذا بقول له فتح ما بيفتحهم لحتى أقرصه بيقوم بفتح عيونه، هذا بياخذ 2. إذا ما عم يفتح عيونه أبدا بياخذ 1. الفم هي الاستجابة العينية، فهو ممكن ياخذ 1 أو 2 أو 3 أو 4. الفم هو له أو الاستجابة الكلامية بياخذ 5 درجات: أعلى درجة 5، أقل درجة 1. المريض اللي ما عنده أي استجابة بياخد 1. إذا بإن أنين فقط، يعني مقطع 1 هو فقط الأنين، هذا بياخد 2. إذا عم يحكي كلام ولكن ما عم يرقى لأنه يكون جمال، مثلا واحد غايب عن الوعي ومتأثر مثلا بشيء معين، فعم يقول كلمات ولكن هي ما أنا مترابطة مع بعضها، فهذا بياخد 3. إذا عم يحكي جمل ولكن غير مفهومة، فهذا بياخد 4. إذا عم يحكي كلام طبيعي بسأله بيجاوبني، هذا بياخد 5. الاستجابة الحركية كمان هي 6 درجات. منبلش من الأدنى للأعلى. الاستجابة الحركية إذا ما بيحرك أبداً، شو ما عملت له ما حرك أبداً، هذا بياخد 1. إذا أرسطه أم عطاني حركات البسط مثل ما أنا شايفة بآخر صورة، هي حركات البسط غير الطبيعية، هذا بياخد 2. ليش؟ لأنه هي بتدل على فصل جزع الدماغ. إذا هو إذا أرسطه أم عمل لي حركات عطف مثل هاي، بس ولكن حركات عطف مثل يعني الصورة الجانبية اليمنى، فهذا بياخد 3. إذا عمل لي حركات أنا ألمته من مكان أم راح هو يبعد الألم، فهو بياخد 4 درجات. إذا أنا ألمته بمكان معين راح حدد مكان الألم، هو بياخد 5. إذا كانت حركاته طبيعية، صرت قل له ارفع إيديك يرفعهم، ارفع رجلك يرفعها، اعمل حركات معينة صار يعملها، هذا بياخد 6 درجات. تمام. وبالتالي 6 و5 11 و4 15. إذا المريض هو كل أموره بفتح عيونه بشكل عفوي، بيحرك إيديه بشكل متناسق وبيستجيب للأوامر وبيحكي الكلام بشكل مفهوم ومترابط، هذا بياخد 15. ولكن إذا المريض ما بيفتح عيونه على أي منبه ولا بيفتح بيعطينا أي تصويت، لا أنين ولا غيره، بياخد كمان 1. وإذا ما بيحرك أطرافه مهما عملت له من منبهات ألمية، فهي بياخد 3.
وبالتالي الموت الدماغي اللي هو لا بيحكي ولا بيحرك أطرافه ولا بيفتح عيونه، هذا 3 من 15. طبعا حتقولوا لي في مرضى مثلا عندهم شلل رباعي، شو بدي اشوف حركات الأطراف؟ لا، هون بيكون في عندي سلم جلاسكو المعدل اللي هو مثلا نلغي الأطراف، فبيكون سلم جلاسكو المعدل هو من 9 مو من 15. ناخذ بس الاستجابة العينية مثلا والاستجابة الكلامية. مريض ما بيحكي، ما فيني اعتمد على الكلام تبعه، يعني مريض مثلا أبكى ما بيحكي أبدا، لو أعطاني أصوات أنا ما بعرف إذا هي طبيعية، شو بدي أعرف إذا الكلام متناسق ولا لا، فبلغي الاستجابة الكلامية وهلومج. هلأ في حال كن، شو أهمية سلم جلاسكو؟ هو بيتابع لي التحسن عند مريض اللي عنده خلل بالوعي. إذا كان جلاسكو أكثر من 13 يعني هذا المريض إنذاره حسن، هذا تدني وعي خفيف وهذا إنذاره حسن. إذا كان بين 9 و12 هذا تدني وعي متوسط. إذا أقل من 8 الإنذار محتفظ فيه. 3 هو يعني موت دماغي، تمام؟ طبعاً 3 بشكل مستمر مو 3 بشكل مؤقت، يعني المريض أحياناً يتعرض لصدمة لا بيفتح عيونه ولا بيحرك إيديه ولا بيحكي، بس بعد شوي بيصير بيحركهم، هذا ما اسمه موت دماغي أكيد. اضطراب الوعي ما حنحكي على منعكس عين الدمية، بتقروا لحالكم، وإذا في سؤال عليه بتجاوبوني مشان ما نطول. حكينا نحن هون بالحالة الذهنية والكلام، نفحص الوعي، توجه، تجاوب، الذاكرة. الوعي حكينا عليه، حكينا على سلم جلاسكو. سلم جلاسكو كتير مهم سواء بمحاضرتنا أو لا، ونحن حاكينه قبل. بالنسبة للتوجه هو المقصود فيه التوجه للزمان والمكان والأشخاص، هذا بفيدنا بالحالة المعرفية لدى المريض، بسأله للزمان إنه نحن بأي يوم، بالنسبة للمكان بسأله نحن وين إذا بيعرف حاله إنه هو بالمشفى ولا لا، وبسأله للأشخاص. طبعا ما بسأل المريض على شغلات ما بيعرفها، يعني ما مثلا بمسك واحد من الطريق بتعرفه ولا ذاك الشخص، صحيح اللي ما بعرفه أكيد هذا ما بأخذ هذا الجواب، ولكن إذا جاي مثلا مع ابنه بسأله هذا مين، بيقول لي ابني، نحن وين، نحن بالمشفى، هاي اللي بتتاخذ الأجوبة. التجاوب هو المقصود فيه إنه متعاون معي ولا لا، هذا كتير بيفيدنا بالفحص العصبي النفسي. المرضى مثلا اللي ما عندهم تجاوب ممكن يكون بيدل على أمراض بتعمل خلل بالتجاوب، مثلا مثل مرضى الفصام أو الهوس، هذول ما بيتجاوبوا مع المرضى، مع العفو مع الأطباء. فحص الذاكرة، كيف بنفحص الذاكرة؟ في عندي 3 أمور لأفحص الذاكرة فيهم، هن الآنية والقريبة والبعيدة. الآنية بقول له للمريض مثلا رقم من 5 خانات 5679، بقول له كرره وراي، هي إنه المشابك مباشرة عم تستقبل، هي اسم الذاكرة الآنية. طبعا في أمراض تنضرب فيها الذاكرة الآنية وفي أمراض تنضرب فيها الذاكرة البعيدة. المثال على الذاكرة الآنية والقريبة هي الزهايمر، الذاكرة البعيدة بعد الردود الدماغية. الذاكرة القريبة اللي هي مدتها 5 دقائق، بعد شوي بقول لكم شو الرقم اللي قلته، صار لي مثلا 2 3 دقائق بقول لك عد الرقم اللي قلته 5679، معناتها انه الذاكرة القريبة جيدة. طبعا بنبهه للمريض انه احفظ هذا الرقم بعد شوي لحل لك، يا ما انه ما يكون هو القى له انتباه. اي الذاكرة البعيدة بسأله وين كنت تدرس، وين كنت مثلا، كم ولد عندك، هي الذاكرة البعيدة، هي كمان بتفيدنا بالفحص النفسي. يعني للمريض. هلأ في عنا الشغلة الأخيرة بالحالة الذهنية اللي هي فحص الكلام، هذا أثناء استجواب المريض بكون أنا عم باخد ملاحظات، بكون عم حاكي المريض مثلا، بشوفه انه عم يحسن يرد علي ولا لا، اذا ما عم يحسن يرد علي حاسه عم يفهم وما عم يرد علي، هذا بيكون هي اضطراب كلام مثلا، خاصه الحبسات مثلا، هي حبسه خلينا نقول تعبيريه، ولكن مريض عم يسمعني بعدين عم يجاوبني بكلام غير مفهوم، هذا مثلا ممكن يكون حبسه حسيه او حبسه فيرنيكي، ما حنفصل فيها أكثر من هيك. هدول المطلوبين نحن بفحص الحالة الذهنية والكلام، أكثر شيء بيهمني إنكم تعرفوا كيف تفحصوا سلم جلاسكو.
كثير مهم. ممكن تجي السؤال سواء يعني إذا طالبنا فيه أو لا، بس ممكن يجيكم على شكل حالة سريرية، مريض تعرض لرد رأس، جاني بكذا وكذا وكذا، وحسين يحسب لي سلم جلاسكو، هيك ممكن يجي إذا بدنا نسأل. العلامات السحائية حكينا عليها مبارح، وهي صور توضيحية إلها وواضحة جدا. في عندي هني أربع علامات، هني صلابة النقرة، برودزنسكي العلوية، كيرينج، وبرودزنسكي السفلية. ما حنطول فيه لأنه لسه الفحص طويل، فلازم نحاول نسرع ما نعطي الشغلات المهمة إلا المهمة يعني، وهي مبارح حكيناها مشان نكسب شغلات غيرها. بس للتذكير إنه صلابة النقرة بطلب من المريض يدق دقنه بصدره، ما بيهمني تنير الرأس للجانبين، بيهمني فقط تنير للأمام خلف. بنفس الوقت بكون عم بطلع على رجلين المريض إذا عم يساوي عطف للقدمين، وبالتالي هي اسمها بروزنسكي العلوية. كيرينج هاي هي بعمل فخذ عمودي على الجذع والساق على الفخذ، وببسط لازم يصير الألم عند المنطقة القطنية، وإذا تحركت رجله الثانية هي اسمها برودزنسكي السفلية. هلأ الفحص المهم جدا واللي لازم الكل يعرفه هو فحص الأعصاب القحفية اللي هن 12 زوج، ما حنفصل فيهم كتير، حنحكي بس كل عصب شلون بينفحص. العصب الشمي من اسمه، هو العصب الأول هو العصب الشمي، من اسمه لازم أني أفحص فيه الشم. ليش؟ لأنه هو بياخد حاسة الشم. كيف باخد حاسة الشم؟ الشغلات المهمة أنه لازم كل منخر على حدة، يعني أنا بسكر له منخر وبشممه بالتاني، برجع بسكر اللي فحصته بالبداية وبشممه بالأول. لازم تكون الريحة ما أنا واخذة، ليش؟ لحتى ما يتفعل العصب المثلث التوائم ويعطيني إحساس الوخز. لازم تكون الريحة معروفة للمريض وتكون ما أنا واخذة. هاي العصب الأول. العصب الثاني هو، نرجع بس لحتى أذكركم، نحن هلأ خلصنا من القدرات العقلية والكلام، خلصنا العلامات السحائية، هلأ نحن عم نحكي على العصاب القحفية. واضح؟ حكينا على العصب الشمي، هلأ بننتقل على العصب البصري. العصب البصري في ثلاث أمور لازم أفحصها بالعصب البصري اللي هو العصب الثاني. بدي أفحص قعر العين مثل ما بيفحصوه أطباء العينية، بدي أفحص القدرة البصرية، بدي أفحص الساحة البصرية. قعر العين بتاخدوها بشكل مفصل بالعينية، ولكن رح نحكي كيف تنفحص. هي أنا بوقف بال المريض، عين المريض اليمين بفحصها بعين اليمين، وعين المريض اليسار بفحصها بعين اليسار، تمام؟ بنمسك منظار قعر العين بطريقة يعني معروفة، منعدل منظار قعر العين. إذا الطبيب له نظارة بدي عدل الفوكسة تبع المنظار بحيث أنا أشلح النظارة، منحط الضوء تبع منظار قعر العين. أول شغلة منشوف بالحدقة، منلاقي بس حطيت الضوء منلاقي لون أحمر، هذا اسمه المنعكس الأحمر. هذا بيغيب عادة بعدة أمراض، منها مثلا الساد، مثلا النزوف خلف الشبكية بيغيب. بعد المنعكس الأحمر بدي دور على الشريان الشبكي منين بفوت، اللي هي هون حليمة، وبعدين بدي شوف للوحشي منه شوي هو مكان دخول العصب البصري، أو هي حليمة العصب البصري، ما حنحكي أكثر من هيك. هلا الشغله الثانيه اللي بدي اشوفها هي القدره البصريه. اذا بتتذكروا بالعينيه في هي شبكه الفحص العيني انه هذا الحرف اسنانه لفوق، لليمين، لليسار، للاسفل، او هي اذا كانت يعني فحص عيني مفصل. ولكن انا بالعصبيه ما بيهمني هذا الكلام، بيهمني انا بس شوف العصب انه شغال ولا مو شغال. هون باخذ اي كتاب قدامي، بقول له يغمض احد العينين واقرا لي، مقري معك هذا السطر؟ اذا مقري تمام، ما انه مقري يعني ممكن انتقل لشغلات اكثر، انه يعدل لي الاصابع. ما حسن يعدل الاصابع، بضويله على عينه عم يشوف ولا ما عم يشوف. وهي هي فحص القدره البصريه اسمها. خلصت من اول عين، بنتقل للعين الثاني. الامر الثالث اللي بفحصه بالعصب البصري هو الساحه البصريه.
الساحة البصرية كتير مهمة بالأمراض العصبية أكثر بكتير من يعني أطباء العينية ما كتير بدقوا على فحص الساحة البصرية قد ما بدقوا أطباء العصبية. ليش؟ لأنه في كتير أمراض بتسبب مشاكل بالساحة البصرية. أعطيكم أمثلة، مثلاً مثل الـ MS حكينا، لما بيصير عندي التهاب عصب بصري خلف المقلة شو حكينا؟ بيعطينا عتامة مركزية. في عندي أمراض اللي بتصيب التصلب البصري مثلاً مثل أورام النخامة ممكن تعطيني غياب الساحة الوحشية من الساحة البصرية. هذا الاختبار ممكن نحن نجري فحص الساحة البصرية للعينتين مع بعضهم أو فحص كل عين على حدة. العينتين مع بعضهم أنا بوقف إقبال المريض، لازم طبعاً تكون أنا ساحتي البصرية طبيعية لحتى قارن المريض فيني، فأنا بوقف بعدين بمد إيدي بمنتصف المسافة بيني وبينه لحتى أنا مركز، أنا عيني بعينه وهو عينه بعيني، بعدين بصير أنا فوت إيدي شوي شوي لحتى المحا، بس المحا بسأله إذا هو شايف ولا لا، إذا ما أنا شايف ضلني بقرب لحتى هو يقول لي شفت، فبتكون هو ساحته أضيق من ساحتي، تمام؟ إذا هو أنا وياه عم نشوف بنفس النقاط فبالتالي ساحته مثل ساحتي، وأنا بعرف إنه ساحتي البصرية طبيعية وبالتالي ساحة المريض طبيعية. فحص كل عين على حدة هو أدق. ليش؟ لأنه بيعطيني معلومات مفصلة عن كل عين. بقول له للمريض يغطي أحد العينين، أنا بغطي عين الموافقة، وبعدين بصير بفحص كل عين على حدة. إذن بالأعصاب القحفية حكينا العصب الأول الشمي، فحصنا الشم، بالثاني فحصنا قعر العين، قدرة البصرية والساحة البصرية. هلأ في عندي ثلاثة أعصاب دائما بتنفحص مع بعضها، اللي هي الثالث والرابع والسادس، اللي هن الأعصاب الأسمى المحركة للعين. هدول دائما نفحصهم مع بعضهم. العصب الثالث هو المحرك العيني، العصب الرابع هو البكري، العصب السادس هو المباعد. العصب السادس بيعصب العضلة المستقيمة الوحشية، العصب الرابع بيعصب العضلة المنحرفة السفلية. المنحرفة السفلية، تمام. والثالث بيعصب باقي عضلات العين. حركات العين، أنا بثبت رأس المريض مثل ماني بالصورة، بعدين بحرك إيدي على شكل حرف H. ما بيكفي حرف الزائد، إما بدي حرك زائد بعدين ضرب، أو أفضل إني بحرك بشكل H. ليش؟ لأنه العصب البكري ما بينفحص إلا لحرك العين للأسفل والوحشي، إذا ما حركته ما بحسن إكشاف حركة العضلة المنحرفة السفلية إلا بهذا يعني بهي الإجراء. بعد ما خلص فحص حركات العين بعمل منعكس التقريب اللي هو مسؤول عنه العصب القحفي الثالث. بخلي المريض ثابت مثل ما أنا بالصورة، بعدين بقرب عليه الألم أو إصبعي لحتى يتلامسوا العينين مع بعضهم. هذا المسؤول عنه هو الحزمة الطولانية الأنسية اللي هي مسؤولة عن تقارب العينين على بعضهم. إذا ما كان المريض بيحسن يساوي هاي الحركة بالتالي في عندي مشكلة بالعصب الثالث. إذا كانت أحد العينين عم تقرب والتانية لا، فهي مشكلة بالعصب الموافق. الشغلة الثالثة اللي بفحصها هي تحري المنعكس الحدقي. هذا مهم بصراحة، لازم تعرفوه، اللي هو كمان مسؤول عنه العصب الثالث والثاني. يعني مسؤول عنه هو أي منعكس، في ثلاث شغلات، في سبيل وارد يعني عصب عم يجيب الإحساس، بعدين في عندي مركز عصبي، بعدين في عندي عصب صادر. هون بالمنعكس الحدقي الوارد هو العصب البصري، المركز هو جذع الدماغ، والصادر هو العصب الثالث. المريض بنحطه بغرفة ما يكون فيها إضاءة شديدة مشان تكون متوسعة الحدقة، بعدين بضويله على عينه مثل ما أنا شايف هون، وبراقب له الحدقة بالطرفين. في عندي ثلاثة احتمالات لازم شوفها. الاحتمال الأول هو أنه أنا ضويت على العين فلازم تتقبض حدقتها، هذا اسمه المنعكس
الحدقي المباشر لهي العين. يعني هلا نحن ناخذ العين اليمين ضويت عليها قامت قبضت، هذا اسمه منعكس حدقي مباشر للعين اليمين، تمام؟ طيب هلا برجع بضوي على العين اليمين وبشوف الحدقة اليسار، اذا تقبضت هذا شو اسمه؟ هذا اسمه منعكس حدقي غير مباشر ايسر، تمام؟ كرر بالجهة الثانية بيكون عندي هذا الكلام. يعني خلينا بس نقرأ هون لحتى نضبطهم. أنا بضوي على العين اليمنى بتتقبض الحدقتين، اللي صار هو منعكس مباشر بالعين اليمنى لأنه سلطنا الضوء على العين اليمنى تقبضت اليمنى، هذا اسمه مباشر. صار غير مباشر بالعين اليسرى لأنه نحن سلطنا الضوء على اليمين قامت قبضت اليسار، تمام؟ هلا بالعين الثانية كذلك الأمر. هو هذا كثير بيخربط بالامتحانات، ما حنخربطكم فيه، وحتى لو هي ما حنخربطكم فيه، بس يعني لازم تكونوا بتعرفوا. هلا بعد خلصنا من الأعصاب القحفية الأول، ثاني، ثالث، الرابع، السادس، انتقلنا للعصب القحفي الخامس اللي هو مثلث التوائم. بس بفحص هو عصب حسي حركي، بفحص فيه الحس والحركة، وفي عندي منعكسين اللي هن منعكس القرنية ومنعكس الماضغة. اللي أهم هو منعكس الماضغة، ما هو كتير مهم، المهمين أول ثلاثة. فحص الحس هو حسي بالأساس، له ثلاثة فروع، فرع عيني، فرع فكي علوي، فرع فكي سفلي. هدول الثلاثة بفحص فيهم كل الإحساسات، حس اللمس، حس الألم والحرور، وحس هو ما في وضعه، يعني هي بتاخذ من المفاصل، وبالتالي بفحص فيه حس اللمس وحس الألم والحرور. بفحص كل عصب على جهة، يعني اليمين لحاله، اليسار لحاله. شلون بفحصه؟ بقول له المريض يقعد يغمض عيونه، ليش؟ لحتى ما يشوفني إذا أنا عم بلمسه ولا لا. بعدين بلمسه بقطعة قطنة صغيرة بمساحة صغيرة، وبسأله إذا عم يحس ولا لا. ممكن يكون المريض إنه إيه عم حس وهو ما يكون عم يحس، فمرة أنا بلمسه ومرة ما بلمسه، وبتأكد إذا هو من حقه عرفان ولا لا. باخد أول شيء بقطاع الجبهة لحتى أفحص الفرع العيني، بعدين باخد بقطاع الفك مشان نشوف العصب الفكي العلوي، وباخد بقطاع ثالث عند الدقن لأفحص الفك السفلي. الألم والحرور باخد شغلة باردة أو شغلة دافية، وبالمس المريض وبقول له إذا عم تحسه ولا لا. الدافية لازم ما تكون سخنة كثير مشان ما تحرقه. هيك بكون فحصت الحس. فحص الحركة هو العضلة الماضغة والعضلة الصدغية والعضلة الجناحية. شلون بفحصهم؟ العضلة الماضغة بقول له المريض يكز على أسنانه، وبجسة هي هون عند زاوية الفك، تمام؟ يعني هي هون عند ما في مؤشر. العضلة الصدغية هي بقول له للمريض يكز على أسنانه وبجس بالمنطقة الصدغية. العضلة الجناحية بقول له للمريض إنه يفتح تمه ويقوم، أنا ما خلي يفتح تمه. هاي كمان بتدلنا على العضلة الجناحية اللي هي المسؤولة عن فتح الفك. المنعكس القرنية هو مثل ما مرسوم بالصورة، بخلي المريض يفتح عيونه. بعدين هذا منعكس مثل ما حكينا، فيه له طريق وارد وطريق صادر. الوارد هو العصب الخامس، الصادر هو العصب السابع يعني الوجهي، لأنه هو اللي بيعصب الدويرية العينية. بلمسه أنا مكان القرنية، القرنية هي القرنية يعني مو الصلبة، مو المكان الأبيض، القرنية اللي هي فوق القزحية يعني. بلمسه فيها، لازم يرمش عيونه التنتين، بيكون هو منعكس قرنية مباشر بالعين اللي عم بلمسها وغير مباشر بالعين الثانية. الشيء الطبيعي انه انا اذا لمسته لازم يرمش عينتين والتنتين. اذا في خلل بالعصب السادس، عفوا الخامس او السابع، رح يكون في خلل عندي بهذا المنعكس. منعكس الماضغة ما هو مطلوب. العصب القحفي السابع اللي هو الوجهي حكينا عليه بالاذنية، لازم تكونوا مرق معكم. وهو مثل ما حكينا بنفحص فيه عضلات الحركة، ولازم انتبه انه
كامل نصف الوجه اني افحصه. يعني ما بكتفي انه المريض عم يكشر عن اسنانه انه هذا يكون طبيعي، او مثلا انه عم يغمض عيونه انه هذا طبيعي، لا بدي افحص هاي لحال وهي لحال لحتى ميز بين اللقوه المحيطيه والمركزيه. شلون بفحصه؟ بقول له المريض اول شيء يرفع حواجبه لفوق، ثاني شيء يكشر عن اسنانه، ثالث شيء يغمض عيونه وحاول افتح له اياهم، رابع شيء بقول له انه ينفخ وبحاول يعني اضغط له على الخدين لشوف اذا عم يحبس هواء ولا لا، مشان فحص الدويريه الفمويه. بفحص العصب القحفي السابع في عندي شيء اسمه فحص الذوق، اللي هو مسؤول عن الثلثين الاماميه لللسان. باخذ سائل مثلا حلو او مالح، بقول له للمريض يغمض عيونه ويمد لسانه، بغط قطعه قطن بهذا المحلول وبحط له اياها على لسانه، بساله اذا حس ولا لا وشو الطعم اللي حس فيها. اذا حس معناتها العصب السابع شغال بحس الذوق، قليل لنجري هذا ولكن هذا هيك بينفحص. العصب الثامن هو العصب السمعي، مسؤول عن شغلتين، مسؤول عن السمع وعن التوازن. بالسمع انا هون ما بفحص سمع بشكل روتيني، يعني هي بس بدي اشوفه انه بيسمع ولا لا، فممكن انا اعمل فرك اصابع حوالي اذني عم يسمعهم ولا لا. اذا قال لي عم بسمع خلاص ما عم يسمع بطلب له فحص سمع نموذجي عند اطباء الاذنيه. فحص التوازن هذا اجلناه لشيء لاحق بعد فحص المخيخ. ليش؟ لانه التوازن مسؤول عنه ثلاث شغلات، المخيخ والحس العميق والعصب الثامن. هلا في عندي عصبين بينفحصوا مع بعضهم اللي هن العصب التاسع والعاشر، يعني البلعوم اللساني والمبهم. هذا مسؤولين هن عن عضلات البلعوم وبالتالي بشكل كبير عن الكلام. وأنا عم بفحصهم بكون عم بنتبه على كلام المريض، هل في تلعثم أو رتة أو خلل تصويت. يعني بكتب ملاحظتي. إذا المريض في عنده مشكلة بقول له المريض يفتح تمه ويقول كلمة آه، لازم ترتفع اللهات على الخط الناصف. إذا ارتفعت على أحد الجانبين بيكون المصاب هو الطرف المقابل، يعني مثل ما أنا شايفين بالصورة اللهات راحت لليمين وبالتالي المصاب هو اليسار. ليش؟ لأنه هون مبدأ السحب، اليمين عم تسحب اللهات فسحبتها لعندها، العضلات جيدة، بينما اليسار ضعيفة ما حسنت تسحبها. تمام، هون بيكون هذا بدلنا على خلل بالعصب التاسع. في عندي شيء اسمه منعكس التهوع، بخافض لسان بعد ما أفتح له تمه للمريض، بلمس له الجدار الخلفي للبلعوم. هون لازم يصير عنده المريض غثيان. إذا نوجد هذا الشيء طبيعي، إذا ما نوجد بيكون في عنده خلل بمنعكس التهوع، الفوميتينج يعني ريفليكس. هذا المطلوب. العصب الإدعش أو اللاحق هو المسؤول عن حركة عضلات العنق اللي هن عضلتين، قطرائية وشبه المنحرفة. القطرائية بقول له المريض يدير وشه مثلا على اليمين وأنا بحاول قاوم له وشه، بكون أنا هون عم بفحص العضلة اليمين، وبدير وشه على اليسار بكون عم قاومه بكون عم بفحص العضلة اليسار. العضلة شبه المنحرفة بقول له يرفع كتافه مثل ما أنا شايف، بحاول قاومه كمان لحتى أشوف. هذا بشوفه بآفات العنق، هيك بنفحص العصب السابع. العصب 12 هو انه المحرك اللساني، بقول له المريض يمد لسانه بتأمله اذا في ضمور او في عنده حركات غير ارادية او تقلصات حزمية او منحرف، بقول له مد لسانك وبشوفه اذا راح على يمين او على اليسار. الطبيعي لازم يمد لسانه للامام، اذا راح مثلا مد لسانه قام راح لليمين بيكون الخلل باليمين، وإذا كان مد لسانه راح على اليسار بيكون الخلل باليسار. هون مبدأ الدفش، العضلات السليمة بتحسن تدفش اللسان للجهة المعاكسة، بينما الضعيفة ما بتحسن تدفشه. هيك منكون خلصنا من فحص الأعصاب القحفية 12. بنرجع لبداية المحاضرة، عندي فحص القدرات العقلية، الحالة الذهنية مع الكلام، حكينا على العلامات السحائية، حكينا على الأعصاب القحفية. هلا بننتقل للحركة، ننتقل للحركة لحتى نكمل فحصنا. بالحركة بدي أشوف أول شيء قوام العضلة، يعني أنا الطرف اللي بدي أفحصه من الأطراف الأربعة اللي بدي أفحصهم،
الطرفين العلويين والطرفين السفليين. الطرف اللي بدي افحصه بدي اخليه يعني يكون مكشوف. ليش؟ لانه بالقوام بفحص الحركه لازم اشوف قوام العضله، بدي اشوف اذا في ضمور او في ضخامه او في تقلصات حزميه او تقلصات لا اراديه من جسم العضله. في لها قوام معين يعني عندي وعندك وعندها، انه يعني العضله لها قوام، هذا معروف، هذا الطبيعي. المريض اللي عنده مثلا خلل بالعضلات ممكن تكون ضخمه، تكون قاسيه، ممكن تكون لا طريه مثل الاسفنج، هذا لازم يكون. ممكن تكون مؤلمه مثلا مثل التهاب العضلات. ثاني شيء في عندي المقويه. المقويه هي الحركه الطبيعيه للعضله لما بقول له المريض رخي حالك. المريض اللي عنده مثلا خلل بالعصبون العلوي بلاقيه المقويه زايده. ليش؟ لانه هو متشنج. المريض اللي عنده خلل بالعصبون السفلي لا، هذا عنده شلل رخو تكون نازله. بهم اني اعرف انا شلون بفحصها. بالطرف العلوي بمسك يد المريض كاني عم ساقه، وبمسك له هون عند الساعد وبصير بحرك له اياها يمين ويسار، وبشوفها اذا هي ايده طريه ولا قاسيه يعني الحركات فيها. بالطرف السفلي مثل ما اني شايف بالصوره، بحط له رجله على السرير وبحركها يمين يسار، والشيء الطبيعي انا بعرفه. اذا كان في اشتداد مقوية بلاقيها ما عم تتحرك معي بشكل سهل، وإذا كانت رخوة بلاقيها مثلا لما بشد على اليمين بتشد كتير، ولما بشد على اليسار بتشد كتير. بالحركة مثل ما حكينا، فحصنا القوام، فحصنا المقوية، هلا بنفحص المنعكسات. عندي 3 منعكسات بالطرف العلوي ومنعكسين بالطرف السفلي، يعني 5. هدلولي بالمطرقة لازم نحن بس نحفظ هلا شلون بينفحصوا، بنشوفهم كيف بينفحصوا بشكل عملي. ولكن ذات الرأسين مثل ما أنا شايف بالصورة، بحط إصبعي وبطرق عليها، لازم يصير نفضة خفيفة. منعكس مثلث الرؤوس اللي هو بيفحص الشدفة الرقبية السابعة، الفحص العضدية الكعبورية اللي هو بيفحص الشدفة الرقبية الثامنة. هلأ في عندي المنعكس الضاغصي اللي هو بيفحص القطنية الرابعة، ومن المنعكس آشيل أو المنعكس الدابري اللي بيفحص العجوزية الأولى. هلأ في عندي بس شوية كلام أنه شلون بينفحصوا، ممكن نحن نقراهن هون. بس أنا بيهمني أنه شو الاستجابة الطبيعية. هلأ المنعكس إما حيكون طبيعي أو غائب أو مشتد. الطبيعي هي الاستجابة اللي لازم تشوفوها وشلون لازم تصير، يعني بس يكون عندك مطرقة وعم تفحص حدا طبيعي، هي الاستجابة اسمها طبيعية. إذا أنا لا طرقت 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 ما عطاني أي حركة، هذا اسمه غياب منعكسات. لا، إذا طرقت وصارت عطتني حركة أكثر من الطبيعي، هذا اسمه اشتداد منعكسات. أحياناً المريض بيكون هو عم يقاوم لي الحركة، فأنا ممكن إلهي مثل الصورة هي اللي بالصفحة 12 آخر صورة، بقول له يشد على إيديه، فهو بيروح يعني القوة العضلية تبعه بشد إيديه، فهون بحسن أخذ المنعكس بحسن أخذ المنعكس بشكل أفضل. بالحركة في عندي غير القوام والمقوية والمنعكسات، في عندي الشغلة اسمها المنعكسات الهرمية اللي هن كتار، ولكن بيهمني من هون 2 فقط أو 3 عفوا. منعكس هوفمان تقروه، منعكس الأصابع كمان تقروه لحالكم، منعكس الأخمصي اللي هو إذا كان إيجابي فهو علامة بابنسكي اسمه. منعكس الأخمصي مثل ما أنا شايف بالصورة، بأخذ شغلة مخرشة مثلا مثل مفتاح أو شغلة مدببة، بخرش أخمص القدم من الأسفل للأعلى ومن الوحشي للأنسي. الحركة الطبيعية لازم تضبر الأصابع على بعضهم وتنقبض. الحركة الغير طبيعية هي أنه ينفردوا الأصابع ويبعدوا عن بعضهم، هذا اسمه المنعكس الأخمصي. المنعكسات الجلدية البطنية اللي هي أنا بعمل مثل حركة الأسهم، بخرش. الشيء الطبيعي إنه لازم تنكمش العضلات، إذا غابت عن بعض يعني خرشت وغابت، هذا اسمه غياب المنعكسات الجلدية. في عندي شغلة اللي هي اسمها الرمع، هاي بشوفه الرمع هو علامة مميزة للمنعكس، لا يعني للعصبون العلوي. تمام، هدول 3 شغلات لازم تعرفون. في عندي هو اهم شيء الرمع بالكاحل مثل ما مرسوم بالصوره، بثبت له رجله مثل ما بالصوره،
وبتفشله أخمص القدم، بيصير بيعمل لي هاي حركات ارتدادية متعددة، هذا اسمه الرمى. هون حاكين عن المنعكس الطبيعي النشط والمشتد، أنا ما في داعي غير إنكم تعرفوا إنه المنعكس غائب أو طبيعي أو مشتد. هلا النقطة الأخيرة بفصل الحركة هي القوة. القوة هي إلى درجات، إلها 6 درجات، بتبلش من 0 لـ 5. 5 هي الطبيعي، والصفر ما في أي قوة، يعني ما في أي حركة. أي حفظناه هون. الدرجة الثالثة هو اللي بيحسن يقاوم الجاذبية، تمام؟ هلا بين الثالثة والخامسة في عندي إنه هو بيقاوم الجاذبية وبيقاوم الفاحص بس ضعيف شوي. هلا ضل عندي 2 و1، هذول اللي بدنا نميز بيناتهم. 2 ما بيقاوم الجاذبية، حكينا لأنه هي الثالثة اللي بيقاوم الجاذبية. شو المقصود بيقاوم الجاذبية؟ بيقول له للمريض مثل هاي الصورة إنه رفع إيديك، بعد شوي بلاقيه يرتخي، فهو ما حاسن يقاوم الجاذبية، تمام؟ فإذا هو حسن يقاوم الجاذبية هذا اسمه 3، إذا كان قوته طبيعية 5. بين إنه يقاوم الجاذبية وبين إنه تكون قوته طبيعية في المرحلة الرابعة. طيب 0 ما عنده أي مقاومة، ما عنده أي تقلص. هلأ بين 1 و2 إنه هو 1 في عنده تقلصات بسيطة بس ما بيحسن يحرك، يعني يقول له حرك إيدك بتلاقي العضلة عم تتحرك بس هو ما حاسن ينقل الطرف. بينما 2 بيحسن يحرك الطرف بس ما بيحسن يقاوم الجاذبية فيه. هلأ فحص المجموعات العضلية والمجموعات الجذرية ما نو هلأ كتير مهم، مرسومين وبتشوفون على على الشيء العملي بشكل أكبر، ولكن درجات القوة مهمة، المنعكسات تعدادها مهم، المنعكسات الجملة الهرمية كتعداد مهمة. شوفي عنا كمان القوام والهي، فحص الأعصاب القحفية مهم، العلامات السحائية مهمة. هاي هيك منكون خلصنا من الحركة. هلا بنجي للحس. الحس مثل ما حكينا بدنا نفحص حس اللمس، حس الألم، حس الحرور، وحس الاهتزاز، والحس العميق، وحس القشري. هدول 7 إحساسات. وبكل شتفة يعني بدي أول شغلة أعرف أفحص الحس شلون بينفحص، وبدي أعرف الشدف المسؤولة. طبعاً بيكون في تشارت عادة بإيد الطبيب وأنا برسم، هو هذا خاصة بالإصابات العمود الفقري مشان يحدد لي الشدفة المصاب فيها. ما حنلبككم فيه، ولكن بس نحن لازم نعرف أنه هون إذا عم نحكي على المريض من الأمام، بدي أعرف أنا أنه حلمة الثدي هي عند الصدرية الرابعة، الحافة الضلعية هي عند الثامنة، عند الصدرية الثامنة، السرة هي عند 10، العاني عند 12، تمام؟ هذول لازم أعرفهم، يعني ممكن هيك بس على المستويات الحسية. بينما الإحساسات شلون تنفحص؟ اللمس مثل ما حكينا بقطنة، لازم المريض يكون مغمض عيونه، لازم بعد ما ألمسه عم تحس؟ إيه ما عم تحس؟ يعني إذا الإحساس موجود ولا لا، وهل هو طبيعي أو لا، يعني أنت هيك بتحس بالعادة ولا ناقص. هي حس اللمس. حس الألم السطحي اللي هو شغلة مدببة، أني أقعد أوخذ المريض وقل له عم تحس ولا لا وهو مغمض عيونه. الألم العميق هو يعني ما في اختلاف بيناتهم، خلاص بس تعرفوا أنه شلون نفحص الألم السطحي هو المهم. الألم العميق ما حدا بيطبقه عادة. حس الحرور مثل ما حكينا، بناخد أنبوب في مي سخنة فاترة وأنبوب في مي باردة، وبقول له يغمض وبلمسه إنه هون عم تحس ولا لا. إذا قال لي إيه عم حس، طيب هي مي سخنة ولا يعني إحساس ساخن ولا بارد؟ ليش؟ لأنه هو بيحس باللمس، بس بدي أعرف إذا هو عم يحس بالسخونة ولا البرودة. كمان هيك بكون فحصت حس الحرور. حس الاهتزاز بده يكون معي رنانة مثل ما أنا شايف بهي الصورة. ببدأ من المفاصل القاصية باتجاه الدانية، برن الرنانة وبحط له إياها على النواتق الشائزة، مثلا رؤوس الأصابع، الكاحل،
الركبة هيك وبطلع. بقول له عم يحس بالاهتزاز ولا لا؟ هذا اسمه حس الاهتزاز. الحس العميق أو حس الوضع هذا مهم جدا ولازم يكون نحن بنعرف شلون نفحصه. بلش كمان بالمفاصل من القريب، عفوا من البعيد للقريب. بلش مثلا مثل هاي الصورة، بمسك الإبهام من الجانبين وبحركها عدة حركات وهو مغمض المريض، بعدين بثبتها للأعلى، بقول له عم إصبعتك للأعلى ولا للأسفل؟ إذا قال لي للأعلى تمام، إذا قال لي خربط معناته في عنده خلل بالحس العميق. إذا كانت طبيعية بطلع للمفصل اللي بعده وللي بعده. هذا بيهمني بالإصابات العصبية إذا كانت مترافقة باختلال توازن. الحس القشري بيدلني على سلامة القشر. بالحس القشري في كثير شغلات افحصها، يعني المطلوب بس انكم تتصوروا انه شلون بينفحص هذا. في شيء اسمه حس التمييز القشري، التمييز بين نقطتين، مثلا بمسك بيكار وبعد بيناتهم بقول له حاسس بنقطة ولا بنقطتين؟ اذا قال لي بنقطة واحدة بوسع البيكار هيك لحتى يحس وبقيس المسافة. طبعا هي مختلفة بين اعضاء الجسم، يعني بالظهر هي طبيعية لحديت 7 سنتي او تمام، وبالاصابع لحديت 3 ميلي يعني او نص سنتي، ممكن يحسن يحدد انه هن نقطه ولا نقطتين. حس التجسيم اني له غمض عيونك ومسكه مثلا الم، انه يحزره انه هذا الم، او مسكه مثلا كاسه معينه يحسن يوصف لي اياها. هذا اسمه الحس التجسيم. هذا بيغيب مثلا بالآفات بعد السي في اي، كتير بيغيب هذا عند المرضى. شوفي عنا كمان لحتى ما تضيعوا كتير، بس بدنا نعرف بفحص الحس شو هن انواع الاحساسات شلون بينفحصوا. حس اللمس هو بقطنه ناعمه، هل الاحساس موجود ولا لا، وهل هو طبيعي ولا لا. بحس الالم السطحي شغله مدببه بس عم يحس بالوخز ولا لا، وهل هو متناظر بالطرفين ولا لا. الألم العميق أو اللي ما يعني ما حركز عليه، حس الحرور، أنبوب في مي سخنة، أنبوب في مي باردة، وعم يحس فيه وهل هو متناظر ولا لا. حس الاهتزاز بدنا رنانة مثل ما حكينا على النواتق العظمية. حس العميق هو فحص المفاصل، والحس القشري بعدة شغلات ممكن نفحصها. حكينا بالإحساس لازم يكون عندي تشارت بس، ولكن في أمور مميزة. الحلمة هي عند الصدرية الرابعة، الحافة الضلعية عند الثامنة، السرة عند العاشرة، والعاني عند 12. هلأ فحص المخيخ. المخيخ بدي ركز على تناسق الحركات والقياس، هدول الشغلتين اللي بيفحصون المخيخ. تناسق الحركات في عندي شغلتين، يعني ممكن أخذ علامة عن تناسق الحركات. هو تبديل الإيدين السريع، بقول له عمل هيك إيديك مثل ما هذا عامل، لازم يكونوا متناظرين ويكون شكل طبيعي، يعني مثل حركتي أنا، ولكن أحيانا بيعمل هيك فبلاقي الحركة فيها خلل. العلامة الثانية هي ظاهرة الارتداد، بقول له المريض يحط إيديه وأنا بحط إيدي فوقون، بقول له شد لفوق وفجأة أنا بقيم إيدي. فإذا حسن هو يوقف فهو عمل تناسق للحركات بين اللي عم تدفش لفوق وبين اللي بدها تهديه مشان ما يقلب. إذا كان في عنده خلل بالمخيخ أو بخلل بتناسق الحركات منلاقي إنه إيديه شطوا لفوق بشكل كبير. القياس هن 3 علامات أو علامتين، واحدة للطرف العلوي واحدة للطرف السفلي. اختبار إصبع أنف، وللطرف السفلي هو اختبار كعب ركبة كاحل. اختبار اصبع انف، بوقف قباله بحط اصبعتي بقول له حط على انفك وحط على اصبعي وخده بسرعه. الطبيعي هو انه يلمس راس اصبعته براس اصبعتي وبراس انفه تمام. اما اذا هو في عنده خلل بالقياس ما بيوصل لاصبعتي، يا بيقطعها يا بيجي قبلها، وبيكون في عنده رجفان اثناء الحركه. اختبار كعب ركبه كاحل كمان بقول له حط كعبك على ركبتك وصلها لعند الكاحل ذهابا وإيابا. إذا كان عنده مشكلة بالقياس
فهي الحركة حتكون كمان فيها رجفان وما حيوصل لركبته أو ما حيوصل لكاحله. هلأ الشغلة اللي قبل الأخيرة هي فحص المشي والتوازن. فحص المشي بطلب من المريض يمشي مسافة 10 أمتار، إذا في عنده مشكلة بالمشي لازم يكون جنبه لأنه ممكن يعني يتعرض للسقوط. بالمشي بدي أشوف شكل المشي، في عندي المشي التشنجية، المشي العسكرية، مشية البطة، هدول بصراحة يعني ضمن الفحص السريري ممكن نشرح لكم إياه، ولكن هون احنا عم نحكي بس شلون نفحص. بدي أشوف إذا مريض عنده خلل بالتوازن بقول له يمشي مثل هي يعني يسموها كعب إصبع أو مشي التندم. هي بآفات المخيخ ممكن ما يحسن يمشيها هذا المريض. التوازن هو بفحص فيه الاختبار المسؤول عن التوازن اسمه اختبار رومبرغ، اللي هو بيفحص الدهليز والمخيخ وحس الوضع. أول شيء بطلب من المريض يوقف ورجليه بعاد عن بعضهم وعيونه مفتوحين، هي بنسميها وقفة الثباتية. إذا بهي الوضعية صار عنده خلل توازن، هذا غالبا مشكلته بالدهليز. بعدين بقول له غمض عيونك، إذا كان أول شيء ثابت ما عنده خلل بالتوازن بالوقفة الأولى، إذا غمض عيونه قام داخ أو صار في عنده خلل توازن، هون بتكون مشكلة بالحس العميق. الشغلة الثالثة بقول له ضب رجليك على بعضهم، وسواء عيونه مفتوحين ولا مغمضين، إذا صار في خلل بالتوازن فهون مشكلة بالمخيخ. صار عندي العلامات الأخرى واللي هي علامة لازك اللي بنفحصها بانفتاق القرص القطني، ما لح نركز عليها كتير لأنه منشوفها بال يعني منحكي لكم إياها إذا شفناكم بال يعني بالمشفى أثناء استاجات. وبالتالي كملخص للفحص العصبي هن 8 شغلات. أول شيء حكينا على القدرات العقلية، الحالة الذهنية مع الكلام، حكينا فيه على الوعي، إذا المريض واعي ما بساوي شيء، إذا المريض ما نواعي بشوف سلم جلاسكو اللي هو عبارة عن استجابة فتح العينين مع الاستجابة الكلامية مع الاستجابة الحركية. سلم جلاسكو كتير مهم لازم تركزوا عليه. بالحالة الذهنية حكينا على التوجه للزمان والمكان والأشخاص، حكينا إذا المريض متجاوب ولا لا. بالذاكرة حكينا إنه في ذاكرة آنية قريبة ذاكرة بعيدة ما شرط تركزوا عليهم هلأ. والكلام أعصاب القحفية حكينا على العصب الشمي، العصب البصري إنه بدي أفحص في قعر العين والقدرة البصرية والساحة البصرية. أعصاب المحركة للعين 3 و6 و4 اللي بيفحص في حركات العين ومنعكس التقريب والمنعكس الحدقي. من هذول الأعصاب لازم نركز على المنعكس الحدقي. العصب القحفي الخامس إنه بنفحص في حس وحركة ومنعكس قرنية ومنعكس الماضغة، لأن الماضغة ما مهم. بالقحفي السابع لازم يكون بحسن ميز بين اللقبة المحيطية والمركزية. بالعصب الثامن هو فحص السمع. العصب التاسع والعاشر بفحص فيهم اللهات ومنعكس التهوع. بالعصب اللاحق بدي أفحص القطرائية وشبه المنحرفة. حكينا على العلامات السحائية اللي هن صلابة النقرة مع برودزنسكي العلوية، كيرينج مع برودزنسكي السفلية. حكينا بالحركة لازم أكد على القوام، على المقوية، على القوة، على المنعكسات اللي هن 5 منعكسات مع العلامات الهرمية. حكينا بالحس بدي ركز على المستويات الحسية، وبدي ركز على طريقة فحص الإحساسات. بالمخيخ حكينا على شغلتين لازم أفحص تناسق الحركات اللي هن بين تبديل الحركات والارتداد، وبين القياس اللي هو بيفحص يعني علامتين اللي هي إصبع أنف وكعب ركبة كاحل. حكينا على المشي والتوازن اللي هو اختبار رومبرغ، وعلامة لازك ما رح نطالبكم فيها. في سؤال على الفحص العصبي، هذا بشكل سريع بس لتتعرفوا عليه. إذا في سؤال لحتى جاوبكم، وإذا ما في سؤال لحتى ننهي هون، ما بدي أطول عليكم. انتوا جماعة هلأ فحصكم على الأبواب، الله يعطيكم العافية ويفتح عليكم.
الله يسلمك ويجزيك الخير دكتورنا الغالي، الله يعطيك ألف عافية يا رب. وإياكم أخي محمد. طبعاً هلأ نحن رح نحكي على الفحص العصبي. صراحة هذا الشرح فقط هو أنا مشان يعني نقول إنه عطينا الفحص العصبي، ولكن هو بده أكثر من هيك، بده بحدود الأربع ساعات لحتى واحد يعني يحكي عليه، يحكي كل علامة كيف بده يحصلها. ممكن يجينا سؤال أو سؤالين منه كله كاملاً. الأسئلة للي حضر بجاوب عليها بدون ما يعني من الكلام اللي حكيته أنا فيكن تجاوبوا على السؤالين. يعني خلينا نقول إنه هن سؤالين مساعدة، حيكونوا من الشغلات اللي ركزنا عليهم اللي هن سلم جلاسكو، فحص درجات القوة، فحص اختبار رومبرغ، فحص العلامات المخيخية. هدول يعني ممكن يجي من هدول الأمور. اللي حضران ممكن يجاوبوا، يعني حيكون إن شاء الله سؤال مساعدة على الأقل، يعني لحتى بس اللي ما حضر يحضروا بس. يعني أنا هي هدفي من وجود هالسؤالين، مشان اللي ما حضر معنا اليوم يحضروا بكرة، أو يعني على الأقل قبل الامتحان ولو مرة يعني يحضر الفحص العصبي، لأنه هو شيء كتير مهم بصراحة. ان شاء الله حكيم، ان شاء الله، الله يجزيك خير. لا المحاضره والله كانت حلوه الحمد لله، وكل حال صارت بين ايدينا، كانت ورقي وكان عفوا الكتروني، وكان محاضره يوتيوب. يسلم الايدين ويعطيك الف عافيه يا رب. والله هو قراءه بصراحه يعني بفيدكم انه ترجعوا تستذكروا الفحص العصبي كامل ان شاء الله حكيم، ان شاء الله. يلا الله يفتح عليكم ان شاء الله، ويعني وييسر لكم. الله يسلمك دكتورنا، إن شاء الله يكتمكم بصحة وعافية يا رب.